السلام عليكم، انا شكرا. هعمل معاكم النهارده البطنسة. ليه؟ هنبدأ على ورقة الشغل. عندنا ربع كيلو دقيق، وعندنا 35 جرام جبنة تشيز او لبنة، وعندنا بيضة، وعندنا 5 جرام ملح، وعندنا 125 زبدة سايحة، وخمسة جرام بيكنج باودر. حطينا البيكنج باودر مع الدقيق، قلبناه كويس، بيكنج باودر وملح، نحط عليهم الزبدة السايحة وتقلبوا كويس في بعض، وضيف عليهم الجبنة التشيز أو اللبنة، ده أو ده، 35 جرام، يعني هتبقى معلقتين كده. هتقلبوا كويس، خلي بالك عشان العجينة مفيش فيها مية، فهتبقى عرضة ان هي تخرز منك. فبنقلب كويس وبنعجن كويس، كل حاجة بنعملها كويس علشان العجينة تظبط معانا. قلبت العجينة، بدأت تلم اهيت. طبعا شلنا المعلقة بايدينا بقى، لان محتاجة عزم شوية في العجن. بدأت تلم اهيت. حطيت طبعا البيضة بعد ما لمت العجينة، بعد ما لمت في المرحلة الأولانية يعني بعد الزبدة، حطيت الناس ما جاتش في التصوير، وبدأنا ندعك العجينة شوية على الرخامة اللي احنا بنشتغل عليها علشان تنعم، ودي برضو مهمة جدا في الشغل. هندعك العجينة شمال ويمين، شمال ويمين وفوق وتحت، لحد ما بنعمل العجينة خالص، وهنسيبها تستريح 10 دقايق، وهنبدأ بعد كده الشغل فيها. هنبدأ الشغل فيها اهوت. خدنا حتة منها صغيرة، هنفردها تحت ايدك كده بالراحة 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 خالص، لأن العجينة مفيش فيها عرق، مفيش فيها مية، وهترفيها على قد ما تقدري. نهوت، لا بنرش دقيق ولا بنحط زيت ولا بنعمل أي حاجة، إيدك على العجينة هي اللي ماشية نهيت. وهنقطعها المقاس اللي احنا عايزينه، او اللي هو المفروض بيكون تبقى قد القلم الرصاص كده بالظبط، يعني المقاس بتاعنا هيبقى قد القلم الرصاص اهوت. خلي قدامك دايما حته وانت بتشتغلي كده، عشان وانت بتقطعي لا يكبر ولا يصغر منك، تبقى يفضل المقاس كله قد بعضه اهوت. هناخد الرص في الصينيه بتاعتنا، المفروض فيها ورق الزبده، وبكرر ورق زبده ضروري، ورق زبده ما ينفعش في الصينية على طول، لأن ده ما فيش فيه مية، فهيبقى ناعم مش هيستحمل شيل وحط كتير اهوت. بنفرد ونحط في الصينية. نوريكم مرة كمان، دايما العجينة تحت ايدك، ما تهربش من ايدك، يعني بلاش العجينة تروح عند الصوابع، الصوابع بتعلم في العجينة، خلي العجينة تحت بطن ايدك على طول اهوت. هنرص في الصينية بتاعتنا اهي. خلصنا خلاص. عندنا بيضة على معلقة لبن او معلقة مية، وهنلمع البطنس ليه كده على السريع على السريع على السريع على السريع كده بالبيض، ورش بقى على وشه اللي انت عايزاه. عندك سمسم حطي، عندك كمون حطي، شوف انت بتحبي بايه وحطي اللي انت عايزاه. انا عندي سمسم، ما هرش على وشه سمسم اهوت. رشينا السمسم على الوش، وهيخش الفرن على 160 درجة، يستوي ويطلع يتقدم اهو. طلع، حطته في كوباية، رصته في كوباية يعني اهو. شوفي
ناعم خالص اهو، بيتفرفت في الايد زي الرملة، لان العجينة ناعمة خالص، العجينة زي عاملة زي الغريبة. وبالهنا والشفا ان شاء الله، جربوه هيعجبكم، واكتبولي في الكومنتات كنتوا عايزين نستمر في المعجنات دي ولا نوقفها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.